بشار، رح نرجع على الطفولة. أنت فتت بالفن بعمر كتير صغير، يمكن هذا الشيء بيحرمك تعيش طفولتك. بتعتقد أنك عشت طفولة يعني صحيحة أو طفولة مثل ما لازم، ولا الفن أخذك؟ هلا أنا فتت على الفن كان عمري 20 سنة، يعني ما بعتقد قد إيه كان في كتير طفولة، يعني حتى المراهقة تخطيتها كانت صحيح. بس لما قررت إني بتصير فنان، إيه كنت صغير كتير، كنت هيك تقريبا هون كنت فنان تعتبر؟ لا بعد ما بعرف، ما بعرف أحكي هون، بس كان عمري تقريبا شي 8 سنين لما اكتشفت صوتي، وما قررت انه بدي اكون فنان، يعني ما مش دغري قلت انه انا مسيرتي الفنيه، مسيرتي بالحياه حتكون فنيه. كنت بالاول بدي اكون لاعب فوتبول مثل كل هالشباب، وانتقلت احلامي، صرت تشبه حالك انت بعدك هلا. ايه بعد مثل ما أنا فينا نعرف، بعد ولا عمليات ولا شيء الحمد لله انا مثل ما انا. فقررت انه بتصير فنان على عمر ال 14. خلص قلت انه انا بدي اطور صوتي لحالي. انا كنت عايش بالسعوديه، فعشت طفولتي وكترت قد ما بدي. طفولتك يعني كانت بالسعوديه؟ خلقت هونيك؟ انا خلقت بلبنان، تربيت بالسعوديه، كان عمري تقريبا 7 سنين لما رحت على السعوديه، وجيت كان عمري 19. واول ما جيت فتت على The Voice، وفتت بالدومين، خلص فتت للعظم، يعني ما في رجوع، ما في خطه رجعه يعني. وكان في اكيد في مثل معارضة بالبيت انه لا مش هلا، خلص جامعة بالاول، خلص دراستك وهيك. بس انا كشخص انا كتير عنيد، كتير يعني كتير بتشبس برأيي كتير، بشكل ما بحب حدا يقول لي انه انا بحب اتعلم من اغلاطي. يعني اليوم انا طلعت بذا فويس ممكن ما قدمت اللي كنت ناطره انا من حالي، بس تعلمت من غلطي وعطتني كتير اكسبيرينس لقدام، وعشت طفولتي. مثل ما نرجع لسؤالك، عشت طفولتي مبلا، عشت طفولتي اكيد، وصلت للعشرين خلاص انه صار لازم افكر انا شو بدي اعمل بحياتي، والحمد لله يعني كانت دعسي ورا دعسي، كانت ناجحين، وبعدنا يا رب هلا مكملين ان شاء الله. بالنسبه كمان على الطفوله، عندك ذكرى او موقف بعدك بتتذكرهم كتير من الطفوله، يعني بعضهم معلمين فيك اثروا فيك؟ في اكيد في شيء كتير اثر فيه، مثل ما قلت لك من شوي، كان عبالي يكون لاعب فوتبول. وبالسعوديه لما كنت انا عايش فوق ما كان في شيء بحياتي اعمله الا فوتبول، يعني انا حياتي كلها مقضيها بالسعوديه كلها فوتبول. حتى الفن هنيك ما كتير كان في هالانفتاح على الفن وكمعاهد موسيقيه او اني انا اتعلم موسيقى او شيء، فكان كل حياتي فوتبول. وكنت مره عم بلعب بمحل هيك بوبليك، واجا واحد لعندي وقال لي انه انا حبيت لعبك، حبيت طريقه لعبك، بدي خليك تتطور وحطك بنادي تتمرن مع الانديه الكبار، يعني هلا بالنادي السعودي بالدوري السعودي. فشافوا بيي من بعيد وجا لعنده قال له تفضل، شو بدك من ابني؟ قال له انه انا بدي وصله يلعب فوتبول بمحل اكبر من هيك وصير برو يعني. وقتها كمان اخذ الكارت قدامي وقال له بعتذر. كان في معارضه من اكيد ليه؟ لانه انا كنت كل يوم بالمدرسه تقريبا، يوم ايه يوم لا، بي يستدعوه على المدرسه لانه مشاغب. مش مشاغب ابدا، كنت كتير مهذب وكتير خلا محترم كتير يعني بالصف ولا كلمه، بس كان عندي مشكله درس، كان الفوتبول اخذ لي عقلي. كنت دائما عم فكر بالفوتبول، فوتبول فوتبول، يعني بالبريك بدي العب فوتبول، بالفري بيريد بدي العب فوتبول، ما خلص ما في شيء. بعدك هلا بتلعب فوتبول؟ بعدني بلعب فوتبول بس اكيد اقل من قبل، لانه بتعرفي هلا ما ماني مضطر اطلع على المسرح مكسوره اجري مكسوره ايدي، شوي عم خفف يعني. طيب بين حلم الفوتبول وحلم يعني انك تصير محترف بالفوتبول وبين انك تصير فنان، لو بتساليني هالسؤال من شيء 6-7 سنين لورا بقول لك اكيد لاعب فوتبول. يعني اللايف ستايل تبع لعب الفوتبول غير، تختلف كليا عن اللايف ستايل تبع الفنان. بس هلا بعد هالخطوات اللي يعني المسيره اللي بلشت فيها من 4-5 سنين لورا بقول لك لا اكيد فن. يعني قبل كنت اقول انا بترك الفن ما بترك فوتبول، بس هلا لا اكيد لا، هيدا شغلي، هيدا الشيء اللي بحبه وتعلقت فيه زياده. بمقابله سابقه كنت عم تقول انه انت حابب ترجع تكفي دراستك، رجعت سجلت؟ رجعت سجلت لا، انشغلت كتير وضغوطات، بتعرفي ضغوطات الشغل كيفية بتكون، بدك تنقي أغاني وبدك تطوري حالك بمحل غير الجامعة، يعني الجامعة حتاخد كتير من وقتي كانت، وأنا بوقت هلا كبداية ما مش وقتها أبدا. شو بتحب تفوت اختصاص إذا قررت تتفرج؟ بالجامعة ميوزيكولوجي، شي بيساعدني يعني بالدومين اللي أنا فيه، لأنه خلص أنا أسست دومين إذا بدك، عملت شغل وما في يصير اعمل فروع. يعني الواحد الانسان اليوم لازم يركز على شغله واحده، ما في ينجح بكذا شغله، نادر ينجح بكذا شغله، بس انه حلو الواحد يركز بالشيء اللي بحبه هو. وميوزيكولوجي كانت براسي،
بعدها براسي بس انه جامعه لا ما بعتقد هلا برجع بفوت جامعه 26 سنه يعني بعدك صغير بعد صغير بس انه خلص بعتقد خلص يعني ضاع الوقت بس ايه بفوت بتعلم موسيقى اكيد بدي حابب اتعلم موسيقى اطور اكثر من علم الثقافه بالموسيقى